نور هلا احلام، يسعد صباحكم. تسلمي لي يا رب، اهلا وسهلا فيكي. مشاهدينا، قبل ما نبدا حلقتنا اليوم راح احكي لكم سؤال الحلقه اللي مقدمه وصلنا مسيو خليل. اين يقع بيوتي سنتر خليل السيد؟ اين يقع بيوتي سنتر خليل السيد؟ الجائزه راح تكون بقيمه 150 دينار مقدمه من صالون خليل السيد، هي تنظيف بشره فيشل للوجه بقيمه 150 دينار. اذا اتصلوا معنا على الارقام الظاهره على الشاشه قدامكم، هي 06-567-0106 و06-568-9710 لتشاركوا في سؤال حلقتنا لليوم. كون اليوم حديثنا عن تركيب الشعر مسيو خليل، هلا الشعر نوعين، في اعتقد طبيعي وفي مطبوخ، بس قبل ما اجاوبك او تجاوبني حضرتك، فيك بين قوسين تقول للمشاهدين ايش يعني مطبوخ ومتى بنقدر نركبه؟ صباح الخير، شكرا ست سماح لك على سؤالك. كثير الزبونات كمان بيسالوني ايش فرق بين الشعر الطبيعي والشعر المطبوخ. طبعا احنا زرنا بلاد كتير اللي هي الهند والصين، وشفنا كتير حتى في هولندا، حتى في الهند كمان شفنا كيف عملية تصنيع الشعر وكيف تركيبة الشعر وكيف التكنيك العلمي للشعر. الشعر الطبيعي طبيعي وباسمه هو البدوي، يعني بنقص الشعر مهما كان الطول بنقصه بنحياك على طريقة علمية صحيحة على النول. واليوم في مصانع في أوروبا، نقول في الشرق الأوسط كمان، إنه يعني إنه هي عم تصنع الشعر وبتركب الشعر في طريقة صحيحة. كيف الشعر الطبيعي؟ في ستات بيسألوني إيش الشعر الطبيعي مسيو خليل؟ لا هذا مطبوخ. شو الشعر الطبيعي؟ الشعر الطبيعي طبيعي، والشعر المطبوخ بتدخل مادة البلاستيك فيه اللي هو الفيار قلت، وبتكون متكنك الشعر. أوكي، بتركبي هالشعر هالمطبوخ هيدا، بعد يومين ثلاثة عم بكسر الشعر وعم ما بعطيكي أكتر من الطريقة الصحيحة للشعر. حتى في الإعلانات اللي بنشوفها إحنا يوميا، تركيب شعر بكذا وتركيب شعر بكذا وتركيب شعر ثلاث طبقات، طبقتين كل طبقة كذا، الست بتفكر إنه هالشعر بده يتركب طبيعي 100% شعرة بدها تتلزق. في عدة كتير وأشياء كتير لعند الفني في تركيب الشعر، بقدر يشوف إيش بدها الست وبقدر يركب لها الشعر. كيف تفرق بيناتهم بين الشعر المطبوخ؟ الشعر الطبيعي ستات ما عندهم خبرة، ما بيعرفوا. الشعر الطبيعي هو شعر طبيعي، يعني في شعر مقصوص قص، حتى احنا بنقول في بلدان مثل الهند عم بقصوا قص في المعابد، وبتكوم الشعر وبنسبغ الشعر وبتفير الشعر بطريقه صحيحه وبنحيك، فهذا شعر طبيعي. اما الشعر المطبوخ، فانا بدي انبه اعزائي المشاهدين والسيدات اللي بحبوا يركبوا شعر دائما، انا صارت موضه هاي، ما في ست يعني عندنا 70-60% من الاردن مركبات شعر سيدات كثير وصلت الشعر. فالشعر الطبيعي ببين بالفير، ببين بالصبغه، ببين بالالوان، ببين بالبرشنج السشوار، ببين نعطيه طريقه حلوه للشعر. فهمتي علي كيف؟ اما شعر طبيعي مش طبيعي، اذا حطيته بدك تسحبيه وبدك تشتغليه. مسيو خالد، مثلا قبل لا اروح، مثلا هلا شايفته معلق عم بيقول لي انه مثلا صاحب المحل هذا طبيعي، انا كملمس كيف ممكن اني اعرفه انه هذا فعلا بالضبط؟ انا كرايحه زبوني اشتري، اكيد احنا كلنا عم نوقع بالغلط هذا. اكيد ستنا بالنسبه للشعر الطبيعي ببين، يعني من ناعم كتير هادي بنعمل فير، بس مش بالنسبة لسعره، احنا بنحكي على الملمس. مش يقول لي 500 دينار هو مش طبيعي لا مثلا لا. او يقول لي كذا او يقول لي او عم بيعمل الشعر الطبيعي ببين بالفير، ببين بالسشوار، ببين بالحمام، بينحرق، ببين بالصبغة. الحرق، شوفي اي شعر موجود بده يتركب، اذا انحرق تطلع له ريحة. يعني الستات مش مثل الجاكيت جلد، هذا الجلد تاعته نحرق ببين، الجلد ببين والشعر ببين. فهمتي علي كيف؟ الشعر الطبيعي هو الافضل للتركيب، احسن من المطبوخ واحسن من الماركات اللي مقلده بالسوق بتقول لك هذا شعر طبيعي وهذا هو مش شعر طبيعي. فالشعر الطبيعي ببين بحكه الشعر كيف ما بحكك، ببين بالتسريحه ماشي، ببين بالبريشنج، ببين بالفير، ببين بالسباحه، ببين بالحمام، ببين بكل شيء انه هالشعر طبيعي. اذا تركب بطريقه صحيه وعلميه 100% للزبون، والزبون ارتاحت على الشعر هيدا، فبضل الشعر معنا كتير حلو. طب مسيو خليل، هلا بتنصح انه اللي هو الوصلات الشعر اليومي تنفك، ولا يعني بقولوا ممكن في مكان هاي تسقط شعر بتسوي تقل على الشعر، او نركبها على طول الحياك اللي هي؟ هو في عده طرق يعني لتركيب الشعر. في عندنا الكليبسات هي الموجوده، في عندنا الحياكه الدائمه هي الموجوده، في عندنا نقول له للاخوه المشاهدين بيعرفوه هو الزرد اللي كبس بنكبسه. فهمت علي كيف؟ في الليزر تركيب شعر. بس انا من رايي اذا بدها تركب شعر زبونه ترتاح فيه تركب بالكليبس
بتفكه وقت ما بدها، بتركبه وقت ما بدها، وسهل جدا نرفع الشعرات المقشط من هون ومن هون شوي، ونمسك الكلبسات نحطهم على طبقة طبقتين أو طبقة كبيرة، بتكون أفضل من الطريقة هاي. الحياكة إلها دور أساسي فعال في الشعر. إيش الحياكة؟ هلا أعزائي المشاهدين نحكي لكم طريقة الحياكة كيف بدها تبلش. في بداية تركيب الشعر ما كان في كليبس، حتى في مصر ما كان في كليبس، أكيد أنواع كانت كله الحياكة تنجدل جدلتين، تنبرم الشعرة من هون لهون، تتركب تتخيط تخيط عادي بإبرة وخيط وتنزل هالشعر. هذا اللي عندهم ستي فضوات كتيرة وفوارغ في الشعر، يعني منقدرش إحنا ست عندها ثعلبة من هون وعندها شوية شعر من هون، تيجي تحطها الكليبس وتقيمها، لا بنركب لها أجمل لها الشعر، وكل 3 أشهر 4 أشهر تيجي تعمل له صيانة الشعر. اما احنا بنحكي دائما على الشعر الطبيعي، وانا حكيت في محاضراتي وحكيت على عده محطات في الوطن العربي عن كيفيه الشعر والتعامل بالشعر، كثير حكينا انه الشعر له لزوج كثير، له ستايل معين جدا، يعني ست ما لها شعر، يعني احنا بنعافي هالناس وبنعافي وبنطلب لهم الشفاء التام اللي ما عنده شعر ان شاء الله يا رب، ان شاء الله، لانه اهم شيء الشعر. بنقول انه الشعر راح مثل بني آدم، تاج المرأة، يعني وين ما تمشي تاجها شعرها أكيد. مسيو خليل، هلا الشعر المستعار زي ما بنعرف أكيد مثل ما هلا حضرتك قلت إنه في هندي، أكيد في له أنواع تانية، فيك تسمي لنا إياها لأعزائي المشاهدين كمان؟ هو الشعر الهندي الست ماخدة، يعني ماخدة الشعر الهندي ماخدة علامة تجارية، إنه هذا هندي ولا صيني؟ بالضبط، هذا هندي ولا صيني، هذا مطبوخ ولا في بار؟ مش البرازيلي أفضل أنواع الشعر؟ لا الهولندي. أنا بلشنا في الدعاية والإعلان. لا لا، إحنا بنقول هو الشعر، بس أنا كأخصائي في تركيب الشعر ومن الأوائل في الأردن ودخلت تركيب الشعر على الأردن، الشعر مملكتي، بعرف إيش أشتغل في الشعر. يعني أنا مرة أجتني والله تنتين زبونات يعني عندهم أمراض، عندهم أمراض 2 سنتي هون الشعر 2 سنتي، وهذا حرق صبغاوي أو حرق، لا 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 طبيعة مرض عندهم، وبدهم يتزوجوا يعني خلاص عندهم عرسهم، فهون 3 سنتي، فأنا بلشت والله وهذا فاضي كلياته، بلشت أركب لها تركيب، لا باروكة ما بدها باروكة، بتقول لك كيف بدي أنام الصبح تصحى للباروكة، كيف بدي أعمل، كيف بدي ألزق، كيف بدي أقيم، ما بعرف كيف بدي أشتغل، فتعبت لما في 2 سنتي لما عملت لها يوتشانان جسر وجسر هون من الثاني، وأشتغل بطريقة علمية وطلعت هالغرة ما أحلاها والقصة، يعني أنا شفت منظر في هذاك اليوم إنه البنت دمعتها من الفرح لهون، مسكتني وحضنتني مسيو خليل كتير مش، يعني هون المشكلة إنك أنت بتعطي الفرحة والبسمة على شفاه الزبونة وعلى شكل الزبونة. هلا الأفضل إني أحط وصلة كاملة أو قطعة، ممكن في قطع تتركب بين الشعر، هو تركيب الشعر قطعتين او 3 كتير، الشعر ما بيقدر ياخذ اكثر من 120 جرام، بتقول عليه ما بيقدر، قطع صغار وصلات صغار بتكون بتعبي الشعر، لا هي القطعه تركيب الشعر اعزائي المشاهدين 5 سم 10 سم اعزائي المشاهدين نصيحه لكم، تركيب الشعر بيجي 3 قطع، بيجي وصلة الاولى 10 سم من هون لهون، بتيجي 12 سم من هون لهون، بتيجي الباقي 18 سم، كل فراغ بين الوصلي للوصلي 5 سنتي بنقدر نركب هالشعر بطريقه. مسيو خليل، هلا في ناس اكيد ما عم بتحب تركب شعر صناعي، هلا في عند الشعر الطبيعي بيكون خفيف ومتضرر، بدنا علاج اكيد لاعزائنا المشاهدين لحتى يقدروا يعتنوا بشعرهم والشعر المصبوغ. بالضبط، للشعر المصبوغ وطريقه كيف ممكن نستعمل شامبوهات، اكيد في شامبوهات معينه لفروه الراس. هو الشعر المصبوغ دائما اللي بده علاج اكثر من شعر اكيد ما شاء الله، انتوا تنتين علي متسلطين هيك. انا بدي صراحه نحن ستات لازم نستفيد من خبرتك. اكيد بالنسبه للشعر نقول فروات الشعر اللي فاضية والأمامية والوجهات والشغلات الشعر، كيف بدنا نحفظ على شعرنا؟ أنا بعدة حلقاتي قلت لكم الشعر بيحكي والشعر بيغني والشعر بيرقص والشعر بيبكي والشعر بيفرح، حياة كاملة الشعر كامل. صح أكيد في ستات سرق كتير بتقول لها جارتها استعمل الوصف الثاني كتير كتير منيحة، حطي هالزيت هالفلاني، حطي هالشغلة، بتصير هالست طبيعية تعمل كذا كذا، وبتقرأ من النت وبتجيبه زي ما بتقولي عفوا، مثل ورق ولد صغير عمره سنة زمان شعره هيك في كرت، قال احلقي له على الصفر، روحي عند الحلاق خليه يجيب لك شعر ناعم ويحط لك الوضع، حيضة فهمتي علي كيف، يحط هالوضع هالشعرات تعون هالولد الثاني، قال يحرقهم ويحطهم عشر وقال بيطلع الشعر نعم، يعني مش هو الحكي على الفاضي، احنا بنحكي بعلم، بنحكي بتكنيك.
الست بتستعمل شامبو، الشامبو اللي بتستعمله قلوي كله أملاح، الأملاح بتحرق الشعر، معناته الشعر بصير يتساقط. بتكون الست مريضة عندها مرض تاني بغدد بكانسر بكورتيزون بكذا بشغلات بتنفخ عم بنزل شعرها بتتركب شعر بتتركب شعر. حافظي لشعرك، بتحمم شعرك مي سخنة وبتطلعي على السريع شعرك بتقطف، بتطلع على الهواء بتلاقي الهواء بارد الشعر بدأت تتقطع. كل قد ايه لازم نحمم شعرنا؟ هو الافضل نحمم شعرنا، نحمم الشعر كل يوم بعد يوم او بالاسبوع 3 مرات، افضل لنا واحل لنا. في بنات مره بالاسبوع هذا غلط، قلت شعري زيت ما اقول شعري الزيت عارف بيعمل لا بيحمي الشعر بيضعف الشعر بيتعب الشعر بيعمل تقل على الشعر بتوقع طبعا بيعمل لزج على حلمة الشعر وعلى بصيلة الشعر وعلى حراشيف الشعرة وعلى ساء الشعرة تنكسر الشعرة. في الشغلة تانية سوري في أمراض شائعة في الأردن اللي هو الوسواس القهار، هذا ست بتلاقيها ماسكة هالشعرة حالة نفسية تك 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 من هون تك، فبتلاقي هذا الشعر فضي هذا الشعر فضي من هون. في ستات عامة بيستعملوا، حكينا عن الشامبو احنا بالبداية، الشامبو القلوي اللي فيه أملاح اللي فيه أملاح كتير 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 اللي فيه أملاح كتير كتير هو عم بضر البشرة بضر الشعر مثل البشرة، الأملاح بضر البشرة أكثر من المصطنعة نقول نحكي. فالست تحافظ على شعرها، تيجي تمشط شعرها الصبح هي تمسك من الأسفل للأعلى تمشط شعرها، تحافظ على كيفية الشعر، تحافظ على رونق الشعر، تستعمل شامبو منيح للشعر، مش ضروري كل 20 يوم نصبغ ونعمل هايلايت اليوم نصبغ لا طب احنا قبل 10 سنين بتعب شعرك بتعب الشعر، الشعر لو اخذنا دواء كثير 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 للواحد بل بتعب كمان بيجي يسالك شعري خربان شعري خف وشعري كذا ليه خربان. يعني في ستات بتعمل لون، في ستات عندها لون اسود غامق وحاطه حنه هندي وحاطه عنا كذا وعامله شغله مسيو خليل بدي اقلب شعري اشعر عم انت عامله حنه على شعرك اي ما بزبط عامله كذا لا لا انت ما بتعرف انت مش عارف ايه بدي اعمل ايش تعملي ما بزبط تعملي شعرك فتحي شوي 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 وخففي الحنه يعني صبغه بنفع احط حنه حنه ما بنفعش احط صبغه اعملنا عن الحنه ايش كيفيه الحنه الحنه احيانا اللي الحنه النظيفه اللي ما فيها كيميكالز كثير حلوه للشعر هو الورق يعني اللي بفركوها وبظبطوها ومش عارف ايش هذا منيح اما الحنه اللي فيها كيميكال عم بتضر الشعر. مسيو خليل هلا كوننا فتنا احنا بلون الشعر والصبغات هلا ايش ممكن ان تشرح لنا بطريقه مبسطه إيه ممكن اعمل لون شعري ملائم لاي لون بشره ممكن كيف قص شعري على اي شكل كمان من الوش بلائم يعني سؤالك كثير ستي الله يخليك يا رب يعني شعرك انت نقول مثلا بشرتك سوداء يعني حنطيه شوي يس تروحي تعملي لون احمر فائع هيك مش حلو عليك يعني انا مثلا ما بيلبق لي القشر اللي عم لازمها انا ما بيلبق لي انت حنطيه شوي اسم الله عليك لازم انت تعملي شعر درك براون هيو بني بعد انا سبقت لك اياه يسلموا ايديك كثير حلوه شايفيني فهون الشعر بيعمل تكنيك للبشره اما بنت تيجي تقول مثلا وجهها